ترجيحية، لكن اتكلم عن الركلات الترجيحية. عمر ثاني مواجهة امام رشيدي في المباراة في ركلات الجزاء. كل التوفيق يا عمر، يتقدم ويصدها، صدها لكن ان شاء الله تعالى بيصدها خالد عيسى، ان شاء الله خالد عيسى اخر ركلة لعمان. شوف هذه لعبة عمر، عبد الرحمن ايضا جراها صح، اللي راح يسدد هو كان يبغي يسدد فايز رشيدي. شوف هنا ردة فعل جمال اللاعبين العمانيين بتصدي طبعا، وعمان الان كان وده يسدد فايز رشيدي، لكن الان الانظار والدعوات لخالد عيسى. خالد عيسى ركلة ترجيحية، ان سجلت عمان مبروك لعمان، وان سدها خالد ستبقى البطولة في الملعب. ركلة ترجيحية أخيرة، لعمان. خالد عيسى الآن ركلة ترجيحية أخيرة. خالد في المرمى ومحسن جوهر، خالد في المرمى وعمان بطلة لكأس الخليج. مبروك لعمان، نعم ركلة ترجيحية حاسمة، وبالتالي 5-4 ركلات الترجيح تنتهي الأمور كذلك. مبروك لعمان، وكأن الإمارات فازت بالكأس، وحظا أوفر لمنتخب الإمارات الوطني. طبعا عندما تصل الأمور لركلات الترجيح لابد من وجود فريق فائز، وهذا يحدث الآن. طبعا في هذه اللحظات عمان تسجل الفوز، وعمان ترفع كأس البطولة للمرة الثانية، ومنتخب الإمارات اللي لم يستقبل أي هدف في هذه البطولة يخسر البطولة بركلات الترجيح. نبارك لعمان طبعا حكومة وسلطانا وشعبا هذا الفوز بكأس الخليج الثانية بعد عام 2009، وطبعا منتخب الإمارات